وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة إيمان مصطفى المرباطي، الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. مرحبا بك أستاذة إيمان في نشرة أخبار الثالثة. كيف استقبلتم في الهيئة الأمر الكريم لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما هي الخطوات اللاحقة لتنفيذ هذا الأمر؟ بداية نمسي عليكم بالخير جميعا، نشكركم على هذه الاستضافة. أود في البداية أن أرفع خالص شكري وتقديري إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لتفضل سموه بإصدار أمره السامي بقبول طلبات مشتركي برنامج خطوة من المستحقين لمعاشات التقاعد فورا، والتأكيد على قيام الحكومة بتأدية الاشتراكات الإضافية. أحب أقول في هذه الفقرة أو في هذه النقطة أن الجانب الإنساني بالنسبة لجميع المشتركين والمؤمن عليهم اللي تطلعون لمعاشات تقاعدية خلال هذه الفترة تم تحقيق كل طلباتهم ورغبتهم بلفتة كريمة من صاحب السمو. في نفس الوقت كان في له أثر طيب على الهيئة نفسها، لأن بيكون في لها دعم لصناديق التقاعد من خلال تأدية الاشتراكات الإضافية. فهذه بالفعل أكد لنا ان احنا كلنا في مثل ما تقولين في اتجاه واحد، ان كلنا لخدمه المواطن حتى الصناديق واستمراريتها وديمومتها من اجل حياه كريمه للمواطن. نعم استاذ ايمان، تم التوجيه لدراسه 69 طلبا اخر، فما هي خطتكم لمتابعه هذه الحالات؟ فعلا احنا نؤكد بان الهيئه على تم الاستعداد للتعاون مع اللجنه المشكله بامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للنظر في حالة 69 حالة من الطلبات التي تقدمت بطلبات الضم، فإحنا حاليا ندرسها من جميع الجوانب بحيث أن تكون ملفاتنا جاهزة لرفعها إلى اللجنة ودراستها من قبل مجموعة مشتركة من الناحية القانونية من الناحية الإجرائية، بحيث أنها تنطبق عليها جميع القرارات والقوانين المنظمة. نعم السيدة إيمان مصطفى المرباطي، الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، شكرا جزيلا لك.